السلام عليكم ورحمة الله. كنطلبوا مجلة الملك تدخل في أسرع وقت بالنسبة للدواوير ديال أغنديس. بالنسبة للدواور ديال أغنديس راه ما كاينش تدخل لحد الآن، ما كاين حتى شي تدخل لحد الآن. أربع أيام دابا كاين من طغوارت المخزن تيشغيشت. المهم الدواوير ديال بزاف ديال الدواوير تقريبا شي 15 دوار ما كاين لا طريق لا والو، ما خدامين لحد الان، ما كاين حتى شي واحد خدام في هذيك الطريق لحد الان. يلاه اليوم صيفطوا تراكس وحده يلاه بدات، واش فهمتيني؟ الناس نهار الاول كيهبطوا الناس على 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 سميتو على كتافهم، ولحد الان باقي الناس مراض ومضروبين وما كاين لا قوه لا قوه مساعده لا قوه المدنيه لا والو. هنا في ثلاث يعقوب حنا ماشي نكذبوا، هنا في ثلاث يعقوب هذه البلاصه هذه راه كاين كل شيء، هما كما كتصور هنا كاينين، ولكن بالنسبه للجماعات اجوكاك راه باقي ما كاين لحد الان لا حتى شي تدخل لا في الطبال لا في حتى شي حاجه. الناس راه كينعسوها في الارض مضرورين، كنتمنوا من جلاله الملك يدير اسرع تدخل في هذا الشيء هذا لجماعات اجوكاك. كنعاودها الله يرحم ليكم الوالدين، شي تدخل لجماعة جوكاك أغنديس راه الناس راه كيموتوا، باقي اللي كيموتوا لحد الآن. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الله يجازيكم بخير. كنطلب من السلطات المحلية وكنطلب من الداخلية وكنطلب من جلالة الملك. دابا الجماعات جوكاك دابا وادا أغنديس وادا مزغوني راه تكرفسوا الناس. دابا الطريق مقطوعة، طريق مقطوعه، تراكسات ما كاينين، الناس كيعانيو. والبارح كنعانيو من الريزو وكنعانيو من الضو، والبارح جا الضو والريزو وكنعانيو دابا من الطريق. الناس خليناهم في الدوار ديالنا دروك، كنجيبو البغال باش كنهزو المحاوله نوصلوها لهم 8 كيلومتر. والبارح عندنا جوج الحالات تما في الدوار، جبناهم فوق في كتافنا حتى الكودرون، عاد عيطنا لابيلانس هزوهم. وشكرا. وكنطلب من جلاله الملك، جلاله الملك عاش الملك محمد السادس، وكنطلب منك اسرع وقت شوف الحالات ديال القياده ديال يعقوب، راه الناس مكرفسين. الله يرحم الوالدين. السلطات ها هما كاينين، ولكن القضيه ديال الجبل راه ما سكروا فيه والو، راه حتى شي واد، راه ما كانش طريق اللي طلع لشي حاجه. الله يرحم الوالدين وشكرا. كمل القضيه ديال وادا مزغوني فيها سبعه دوار، دوار لا دوار تشغيموت، دوار غرم، دوار جيجي، تشجلت، دوار تيار. اكبر دوار في القياده ديال يعقوب هو دوار تيار. الناس راه ما سكنوش في ديورهم، الناس ساكنين غير في الجنانات، خواو الديور، ديور تريبو. وكنطلب من جلاله الملك والوزير الداخليه السيد الحموشي العاصي ديال ربي ما تديروا التدخل. السلام عليكم ورحمة الله. دوز الدوار بدوار. شكرا. السلام عليكم. أنا تنتمي من الدوار ديالنا منطقة أغنديس، فأعلى أعلى منطقة اللي حنا من أصلا حنا كنا في العزلة تامة، ودابا زدنا العزلة 100% والطرق مكتوبة. الموتى ما كايناش، ولكن الديور يعني مهددين بالسقوط، وعباد الله خارجين والدراري الصغار على حسب تما، لان حد الان ما قيمش حتى شي حاجه. الى قرايه ديال الميت عطيونا المحسنين هنا، فجينا حنا دابا على جينا اليوم في الصباح، جينا مع 6 ديال الصباح ما وصلنا هنا حتى ل 10. يعني هذا الشيء اللي كاين، وهذا الشيء دابا هذا الشيء تشوف هنا راه غير بروتوكول، راه مازال ما حنا في أغنديس راه مازال ما كاين حتى شي حاجه، وما شفنا والو لا السبت لا الحد، راه اليوم الاثنين، يعني ما كاين حتى شي حاجه. وتنقد نتاع شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.